فطاير التفاح السريعه، هنعملها بالباف بيستري، بس هنعملها بطريقه كده لذيذه وبيكون شكلها حلو ودمها خفيف. عشان نعملها عايزين الاتي: عجينه باف بيستري، وعايزين تفاح، عايزين نص كوبايه سكر، عليها معلقتين صغيرين قرفه، وبيضه للوش، وسكر ناعم للوش. هناخد السكر اللي عندنا هنحطه كده هنا، وهناخد معاه القرفه يعني تقريبا معلقتين صغيرين، وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه. ممكن نحط كمان شويه قرفه، القرفه حسب ما انتوا بتحبوا قوتها حطوا، يعني قد ايه عايزين النكهه تبقى باينه حطوا. تمام كده. هناخد دلوقتي التفاح اللي عندنا وهنبتدي نحطه، هنحط التفاح بتاعنا بالشكل ده. احنا قطعناه حلقات كده زي ما انتوا شايفين، يعني من النص خرمناه وشلنا البذر وقطعناه حلقات كده. هنعمل كده علشان ونضغط شويه علشان تمسك القرفه والتفاح فيه. تمام. عندنا هنا الباف بيستري بتاعتنا، ونبتدي كده نقطع العجينة بتاعتنا، مش هنفردها زي ما هي كده، هنشتغل عليها على طول، مش هنفردها، انا عايزاها تنفش. هنقطع كده هنا بالشكل ده، كده شايفين ازاي، بس الزوايا اللي بنقطعها. تمام، حلو كده، نتأكد بس ان هما مفصولين. حلو. هناخد بقى تفاحة من التفاح بتاعنا وهنحطها، بس دي تخينة قوي قوي قوي، خلينا نرفعها بس شوية علشان ايوه هي كده، ده السمك ده كده ممتاز، كده سمكها كده حلو. تمام، هنحطها بقى كده في النص، حتى الحته دي لسه تخينه شويه، هنحطها في النص هنا ونبتدي نقفلها بالشكل ده. شايفين كده، بصوا ازاي كده، شوفوا كده، ودي كده هنا كله في المكان اللي في النص ده، ودي كده ودي كده، فبقى عندنا اهي شايفين، ونضغط بس كده في النص، شايفين اهو ده الشكل اللي احنا عايزينه. هناخد بقى دلوقتي بيضة، تقدروا لو تحبوا ترشوا سكر، عايزين ترشوا اي حاجة على الوش كمان بتقدروا، بس هو احنا لاننا حاطين سكر مع التفاح فمش هنحط على الوش حاجة. هناخد دلوقتي بس البيضة كده، تقدروا كمان لو تحبوا تحطوا مع البيض شوية فانيليا لو تحبوا. هناخد البيض اللي عندنا، وعلى العجين هنفرد البيض بتاعنا، يعني هنحطه بالشكل ده. ده بقى يا جماعة هيدخل الفرن على درجة حرارة 180 180، عشان أنا عايزاه يتحمر حلو، عايزاه من جوه يستوي ويتحمر ويبقى نافش كده من حوالين التفاحة اللي احنا حطينا، شايفين بس كده. عايزين بقى ترشوا شوية سكر، عايزين تحطوها زي ما هي زي ما انتوا عايزين، ممكن كمان لو تحبوا ممكن نرش شوية سكر وقرفة عليها